بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في الدرس السابع من دورة الفوتوشوب. في هذا الدرس بنتعامل مع الأداة لوز تول. لوز تول بنستخدمها في حاجة الرجوع، شوف الرجوع بعد عدة عمليات حق منطقة من المناطق. يعني فرضا الحين أنا أخذت المنطقة هذه، قمت بتعديلها، فرضا قمت بتعديلها، اخترت هذا، قمت بعدل هذه. شوف خلنا نحذفها، خلنا نحذفها، هذه اللاير خلها، هذا اللاير، هذا المنطقة الأصلية قمت بعدلها. شوف هاك، هذا لا، الخيار الاولي شوفاك ملاحظة، الخيار الاولي قمت عدلت، هذه راحت، هذه شوف انا بعد 20 عملية هذه راحت، هذه راحت. شوف بعد 20 عملية ما تقدر، شوفاك ما تقدر ترجع كذا بعد 15 عملية ولا 20، تبي ترجع انت، شوف ما تقدر، كترول زد ما يرجعك الى كترول زد، كترول والت، كترول والت زد ما يرجعك الى العملية هذه. شوف هاك، ولكن الرجوع لها كيف، طريقة حلوة حق الرجوع لها. ها الرجوع حلو، شنو هي الطريقة تستخدمها؟ تختار هذه الأداة اللي هي اسمها لوزو تول. لوزو تول، من لوزو تول تختار شنو، تقوم باختيار اللاير الاصلي. شوف هاك اللاير الاصلي، ها خلنا نخرج الهيستوري حقها، الهيستوري شوف هاك انا استخدمت كذا عملية، ها تقوم باختيارها اللاير الاصلي من هنا. بعدها شنو تروح، تروح الى اديت وتقول له فيل، شوف هاك فيل، وتختار من فيل الى، احنا 100 كنسل، احنا 100 عملية قمنا، ما ندري اي عملية، نختار من فيل اساس ما يقوم، ها سوري نختار هذه ونحدد المنطقة. شوف هاك حددنا المنطقة، هنا هي منطقة هذا، تقوم بتحديدها، بعدين تختار فيل اديت فيل، وتقول تختار الى الهيستوري، الهيستوري الاصلية شفاك الهيستوري، تقول له اوكي يرجع لك هذا. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.